صراحة كما قال زميلي، رسالة دولة رئيس الوزراء كانت فعلا مخيبة للأمال جدا. وقبل ذلك تحدث رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي للأسف، وتحدث للأسف بصيغة التهديد للمعلمين. لا أعلم كيف لدولة أن لا تحترم معلميها، لا أعلم كيف لدولة أن لا تضع المعلم أولا. الدول للأسف التي انهارت في الحرب العالمية الثانية جميعا اتجهت لتحسين التعليم. أنا درست طلبة الثانوية العام في كتاب تاريخ العرب والعالم، أكثر من 5 تجارب تدرس في الثانوية العامة. في البداية كانت بدأت نشأة تطور هذه الدول وارتقائها إصلاح التعليم وإصلاح أوضاع المعلمين وإصلاح البيئة التعليمية. أما أن يتحدث دولة رئيس الوزراء أن لكل حادث حديث وبهذه الصيغة التهديدية للأسف. طب استاذ محمد، خلينا بالرساله الاخيره، يعني ما الذي تمام. كان ينقص رساله رئيس الوزراء حتى ان يستجيب لها المعلمون ويعتبروها رساله ايجابيه؟ نعم، في الحقيقة كما قال زميلي وكرر كلامه مرة أخرى، الاعتذار الدية عند الكرام، الاعتذار للأسف الرسالة لم ترتقي لصيغة الاعتذار عما جرى في يوم الخميس الأسود للأسف. نعم. كيف لمعلم في دولة محترمة أن يهان؟ كيف يسمح أو يسمح لمن اتخذ هذا القرار أن يهين معلم في دولة؟ تمام، رسالة رئيس الوزراء لم ترتقي للمطلوب، كانت رسالة فقط أعتقد أنها لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوكية كما يقال. أيضا من الناحية الأخرى كان رد النقابة كما هو رد الميدان، نحن جميعا نقف حتى نشعر أن الكرامة عادت لنا كمعلمين لنعود مرفوعي الرأس لأبنائنا الطلبة.